من زمان ما صور صح؟ سلام دقيقة الباب دق ولا كنت بصور مقطع الحين بس الباب دق دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طلال طلور، رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو اليوم اللي هو زي ما قلنا لكم حطينا تصويت وش تبون المقطع الجاي، الوجبة الأسبوعية. وأنا كذاب ما أعطيهم أسبوعين ولا شيء، كل أسبوع يعني أنسى والله، بس هي لازم يعني كل أسبوع تعطيهم وجبة زي كذا دسمة. أول شيء خلنا نوريكم نقول لكم عن القطعة اللي هي قطعة تقريبا أسبوع كذا، لأن الحمد لله جاني مولود وانشغلت معه وانشغلت مع الأغراض والأشياء والمستشفيات المراجعات. المهم خلصت منها الحمد لله كلها، والحين رجعنا ونصور ان شاء الله احسن واحسن. الشيء الثاني، شوف الكومنتات كثير يجون يقول لي الهدد الخارجي متى. العزيز هو يفضى لان لازم اثنين يطلعون، ما يصلح اصور لحالي واهد الطير لحالي، الحين يجي تصوير مرتب. خال العزيز يجي يفضى بس، وباذن الله اصور لكم الهدد الخارجي، بصور مع الطير الثاني اللي يعني الجديد اللي ما قد طار برا، يعني هذه اول مره اطلع برا، يعني اذا طار ما قد عمره طلع برا الشارع. وبنبدا خطوه بخطوه، لازم هذا المقطع لازم افضي له وقت وكذا، وعشان يجي تصوير محترم. والشيء الثالث اللي هو الحبل حق اللي تمسك الطير فيه اللي حاطه في المتجر، باذن الله بيجي قريب. الاشياء الموجوده في المتجر تقدر تطلبها، لكن الحبل باذن الله قريب بيجي، كذا شهر او 3 اسابيع باذن الله يكون موجود. خلونا الحين في مقطع اليوم اللي هو الوجبه الاسبوعيه اللي انا اعطيها للطيور كل اسبوع. خلنا نوريكم الوجبة الأسبوعية. هذه هي الوجبة الأسبوعية اللي أقدمها للطير، لكن الخيار بعض الأحيان أبدله بالخس، وإذا كان ما في خس أحط خيار، بس أنا أفضل الخس. يعني إذا في خس الخيار والكزبرة ما أحطها. طبعا هذه أنا اللي هذه طريقتي أنا، يعني كل واحد له طريقة في الوجبة الأسبوعية، بس هذه أنا طريقتي اللي أستخدمها. والحين بنقطع الخضار هذا أقدمه للطيور، وباقي البيض المسلوق. البيض المسلوق بعد هذا البيض مسلوق تعطيه اسبوع او اسبوع، لا اسبوع بالصفار واسبوع بدون صفار قصدي. يلا خلنا نوريكم الحين تقطيع الخضار. الحين هنا عندنا الخضار، خلنا نقطعهم تقطيع صغير للطيور الصغيرة والكبيرة. خلاص كذا باقي الجزر. عاد هذا عطاي تقطيع بسيط كذا. عندنا هنا الفلفل الأخضر، هذا البارد، فلفل بارد. خلاص كذا اهم شيء تقطيع. باقي هنا الحين البيض المسلوق. وكذا ننتظر المويه اللي تغلي عشان نحط البيض. وقبل ان نبدا يا شباب بوريكم المنتجات الجديده اللي نزلت في المتجر، وتحصل رابط المتجر تحت. خلنا نوريكم الاشياء اللي وصلتني، نبدا المقطع بعدها. كانت ذكيه تعبي اكل لين فوق، شوفوا شكلها، هذه تنحط تحت زي كذا عشان القشور، هذه تكون الفاصل تحطها زي كذا عشان تحط نوعين اكل، تكون زي كذا شكلها عشان تحط هنا نوع وهنا نوع. وخلاص اول ما يخلص الاكل ينزل تعبي لين فوق، اول ما يخلص هو بالحالة يصير ينزل تلقائيا، يعني خلص اكل ينزل. وهنا القشور تنظف هذه من القشور، وهذه تكون ستاند زي كذا تثبت زي كذا للطيور. عندكم هذه اللعبة، هذه تعلقها فعلى القفص والطير يوقف هنا، وفي نفس الوقت فيها اصوات زي كذا. عندكم هذا الحزام حق الطير، طبعا هذا للطيور الكبيرة
السانكنيور، اللوري، الكويكر. هذا الحجم لهم الطيور هذه اللي ذكرتها قبل شوي. شوف الحزام كيف جاي، شوفوا كيف يعني قوي مستحيل يفك. عندكم هذه المشربيتين، هذه المشربية سيليكون، يعني فائدة السيليكون انه اذا طاح يطاح منك ما ينكسر، اما ذا لو طاح بيتكسر ما بيطيحه. هذاك سيليكون، هذا بلاستيك عادي. عد البيت هذا ما شاء الله قد نزلته وخلص، رجعت جبت مرة ثانية. وكذا يكون وريتكم المنتجات اللي عندي، وخلنا نرجع نكمل الفيديو. رابط المتجر تلقونه تحت في الوصف. طبعا كذا خلص البيض المسلوق استوى خلاص، البيض المسلوق بدون ما تقشره، قطع كذا على طول. شوفوا بالقشر والبياض والصفار كله. كذا قطع وتقدم لهم بهذا الشكل، هو القشر. لا تقطع، لا تشيل القشر. نسيت اسمه. خلاص كذا احطها في المأكليات حقتهم وبالعافية عليهم. شوفوا ترى هذا يخاف، مو متعود على الخضار ولا متعود على الأكل. تعالي هنا هنا هنا، ها شوفوا كيف حبة حبة كذا يتعود الطير. الخضار يكون خايف منه في البداية. شوف الصفار البيض ما ياكله، شوفوا باقي يهرب منه. حبة حبة يتعرف، والجزر ما ياكله. شوف تعال هنا، تعال هنا، يلا خذ خذ بوسة بوسة. يلا اكل. ها شوف عجبته الكزبرة، شوف الخيار نفس اللون اخضر. كل كل لين تطفش. استغفر الله، داعس برجلك يا اقلها. خلنا بس احطها في المأكليات واجيكم. انا دائما احب الخضار في مأكليات خاصة. اللي بذي المأكلية يلقاه في المتجر، الرابط في البايو. هنا نطلون بيضة، هذا الكروانات، هذا البادجي. خلنا نزيدهم لانهم عددهم كبير. بالي هم الطيور البادجي، اربع بادجي واثنين زيبرا ورا خايفين. الارضية قاعد انظفها، هذا هو خلى كذا. فأكالة ثانية، هذا الحب حقهم العادي، هذا الاكل الاضافي احطه دائما في أكالة ثانية. هذه الكرونات، هذا الصغير اللي باذن الله نبدا معاه هذا الخارجي. يلا جوا جوا انت جوا جوا. يلا كل 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 هنا هنا هنا. طبعا بيخلونا كذا زينة، ويمكن ما ياكلونا بعد لأنه جديد عليهم الأكل، أو ياكلون شوية ويخلون الباقي. بس حبة حبة لين يتعودون على الأكل. جو 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 كل كل هنا. عاد ما شاء الله شوف الرز يتفاعل معي قبل أدخل الأكل فيه. هذا يبغى له مأكلية بس ما عندي حاليا. يلا كل كل. شوف كيف ما شاء الله على طول بدأ بالصفار. المأكلية يبغى لها تغسيل، بس خليه يخلص وجبته أغسل المأكلية. شوفوا كيف ما شاء الله بالعافية. نحط له بعد خضار يستاهل. شوفوا خلوه ياكل. شوفوا ما شاء الله اكل خيار على طول. شوفوا قاعد ياكل خيار.
وما شاء الله عليه يعني ما يخاف من اي شيء، اي اكله جديده اجيبها للراز ياكل عكس الطيور الباقيه. وهذا ما شاء الله الزوج الباجي على طول يروح الكزبره، هذا ما يخاف بعد، اجيب له اي اكله جديده ما شاء الله ياكل. هذه قاعده تتعرف باقي ما تعرف تاكل. لا لا يضربها ما ادري ليه، شوف يضربها وياكلوا الحالة اناني. شوفوا يا شباب هذه انثى ولا ذكر؟ شوفوا هذا ذكر منقار ازرق، اما هذه يقول لك يقولون انثى يقولون ذكر بعد، انا اقول اشوف انه انثى. تعال تعال شوفوا كيف شكلها. خلاص كذا يكون اكلنا الطيور والحمد لله اكلوا. اناكم الوجبه الاسبوعيه اللي كل بعد 3 اسابيع اسويها، يعني ما والله اني من منتظم معهم، المفروض كل اسبوع اعطيهم ذي الوجبه. وصفاء وفي بعض الطيور يعني في البدايه يكون خايفين من الخضار، يخافون منه مره، يعني كانك يعني ما ادري ايش حاط لهم، تحط له خياره تحط له خس يقعد الطير ينطنط ويدور في القفص، حبه حبه يتعود عليه، يعني خله بس انت حط الاكل عنده ويوم يومين ثلاثة زي كذا على ذا الحال، وبتشوفه هو من نفسه يجي ياكل. وبس بإذن الله نشوفون، بإذن الله تشوفون قريب المقطع اللي نبدأ مع الكروان من الصفر، التدريب الهدد الخارجي. طبعا الكروانات دول الاثنين مو بحقي، حق القناة يعني للتجارب، مخليهم للتجارب، إذا هربوا الله يعوضني، بس أنا يعني أنا مشتريهم إني أجرب وأصور معاهم في اليوتيوب، وبإذن الله إنهم ما راح يهربون، بطبق معهم التدريب تمام، يعني ما راح استهبل فيهم، يعني بطبق وادربهم تمام، وباذن الله انهم ما راح يطيرون، يعني لاني بكون مشدد عليهم في التدريب. زي ما قلت لكم هذا الاثنين للقناه، يعني تجارب وهدد وتدريب كله للقناه، يعني ما اعتبرهم طيور، اعتبرهم طيور القناه. بس لهنا يكون انتهى الفيديو، لا تنسون اللايك والسبسكرايب، اللايك ترى يدعم المقطع بشكل كبير، ويصير المقطع عليه مشاهدات كثيره. اللايك هذا اللي مستهين فيه ضغط اصبع بس ترى يسوي ذي الاشياء كلها، تخيل. وبس لهنا يكون انتهى الفيديو، باذن الله نوصل 10,000 في اقرب وقت، وشكرا على 8,000 مقدما. نشوفكم المقطع الجاي، السلام عليكم.